دورات وعمليات الإنقاذ لكوادر الدفاع المدني في إقليم كردستان تجري بإشراف خبراء ألمان، ودورات أخرى في اليابان وبريطانيا في مجال الطوارئ. الحرائق الكبيرة نسبياً التي حدثت في بعض مدن الإقليم، وآخرها حريق سوران الذي خلف عشرات الضحايا، دفع سلطات أربيل إلى العمل على تطوير الدفاع المدني وزيادة احترافية عناصره. هي خطة مالتنا يعني نروح على التعليمات مال الوزارة ونشدد التعليمات كلها، حتى المواطن لازم نأخذ السلامة مالتهم ونتشيك على الكشوفات. تزيدنا الكشوفات، نزيد اللجان مال الكشوفات كلها على المراكز وعلى المحافظة على القائم قامية. وزارة الداخلية جهزت مؤخرا مراكز الدفاع المدني بوحدات مكافحة حرائق خاصة بالمناطق الجبلية، فضلا عن تطوير مركبات الإطفاء والإنقاذ في البنايات المرتفعة. طلبنا أن تكون خزانات المياه في آليات الإطفاء أكبر، وزيادة قوة دفع الماء، فضلا عن تجهيزات أخرى نحتاجها تقوم الشركة بتثبيتها في عربات الإطفاء. في أربيل 18 مركزا للدفاع المدني، 8 داخل المدينة و10 في الأقضية والنواحي. ولزيادة خبراتها أرسلت بعض طلابها إلى جامعة كوفنتري البريطانية لدراسة الدفاع المدني ومواجهة الكوارث كالزلازل والسيول. من ضمن الإجراءات كذلك هي منع أربيل تثبيت منظومات غازية للتدفئة من دون موافقة الدفاع المدني بعد تكرار انفجار هذه المنظومات في موسم الشتاء الماضي. مشترق المنصور، أربيل، يو تي في.